من المتابعة ينضم إلينا من بغداد محمد فاضل مراسل الغد. إذن محمد، كيف توصلت الأحزاب العراقية والكتل والائتلافات إلى تشكيل الكتلة الأكبر التي ستعلن خلال الساعات القادمة؟ إذن كيف تم تجاوز كل هذه الخلافات؟ نعم، على ما يبدو أن دولة القانون بدت متأكدة من إعلان الكتلة الأكبر. يعني تصريحات أغلب أعضاء دولة القانون تشير بأنها توصلت إلى تفاهمات كبيرة مع الفتح ومع أيضا تحالف المحور الذي يمثل الساس السنة وأيضا مع الكرد، وبالتالي هم يتحدثون عن أوراق توقع في الساعات القليلة المقبلة لإعلان الكتلة الأكبر. هذا يبدو مناقضا لما يصرح به الآخرون وخصوصا سائرون يقولون بأنهم توصلوا إلى أيضا تفاهمات كبيرة مع الكرد، وأن هناك برنامج قد اتفق عليه تحالف النواة الأكبر مع الكرد، وبالتالي تبدو التصريحات متناقضة. إضافة إلى ذلك، ننتظر يوم غد أو بعد غد سيوصل وفد كردي إلى بغداد لإجراء تباحثات مع الكتلة الأكبر، سواء طرف العبادي أو حتى طرف المالكي، لإعلان انضمامه إلى هذه الكتلة. على كل، أيضا هناك أخبار يعني وصلت قبل قليل بأن ربما تحالف المحور سيذهب إلى جزء من تحالف المحور سيذهب إلى اتجاه سائرون وقد يشكلون الكتلة الأكبر. أيضا هناك خبر آخر وهو ربما يعني يعد من الأخبار المهمة جدا، أن هناك مساعي لإعادة التحالف الوطني الشيعي إلى ما كان عليه، أي أن تنضم الأحزاب الشيعية كلها في تحالف واحد وأن تدخل يعني الجلسة. طيب محمد، كنت أريد أن أسألك يعني في ظل كتلة كبيرة. نعم، الكتل الذي أعلنها العبادي، نعم، رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، يعني ما هو موقف مقتدى الصدر وأيضا تحالف سائرون من كل ما يجري؟ تحالف سائرون الذي طبعا يرعاه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدري يقول بأنه ذاهب لتشكيل الحكومة وأن هناك اتفاقات كبيرة حدثت مع النصر وحتى مع الوطنية التي يترأسها علاوي ومع الكرد أيضا هناك تفاهمات، وبالتالي هو يقول بأنه سيذهب لتشكيل الحكومة، لكن في حال دخول المالكي أو يعني وجود رغبة من المالكي في دخول هذا التحالف أو إعلان الكتلة الأكبر، فهو يقول بأنه سيذهب إلى المعارضة وليس لديه أي مشكلة في الذهاب إلى المعارضة. يوم غد ستكون هناك صلاة مركزية موحدة لجميع الطوائف العراقية، لكن لن تكون في بغداد، ستكون في الكوفة في النجف. ربما هذه يعني الصلاة سيعلن بعدها الكثير أو ستتضح بعدها الكثير من الأمور. نعم، لذلك الكرد ربما سيستغلون هذا الأمر وسيصلون بغداد يوم غد على اعتبار أن بغداد لن تشهد أحداث كبيرة، وبالتالي لديهم حرية التحرك أو حتى حرية اللقاءات. إذن محمد، سنكون معك خلال الساعات القادمة لمعرفة هذا التحالف الذي سيتم إعلانه بزعامة السيد المالكي. ابقى معنا خلال الساعات القادمة. بالتأكيد محمد فاضل مراسل غد، شكرا جزيلا.